متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. احنا الآن تتواجدوا في مقر مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، والضيف هو رئيس المقاطعة سي يوسف حسينية. جينا لهنا باش نعرفوا أهم المشاكل اللي تتعرفها هذه المقاطعة، وأهم الملفات اللي نكب عليها الرئيس بعد انتخاب ديالو، بعد ولادة عسيرة، حيث أن كانت هذه المقاطعة آخر مقاطعة تنتخب فيها الرئيس على المستوى الوطني. من أجل مناقشة هذه النقاط ونقاط أخرى، كما قلت نستضيفوا سي يوسف حسينية. سي يوسف حسينية، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بكم. خلال تشكيل المكاتب المسيرة على مقاطعة مدينة الدار البيضاء بعد انتخابات الجماعية تاع شو تنبير 2021، حتى واحد ما كان يتوقع بأن يوسف حسينية غيولي رئيس مقاطعة عين السبع. أش وقع باش توليت رئيس؟ ما وقع أنه أغلبية ساحقة ديال الأعضاء اللي توفقوا في هذه الانتخابات في مقاطعة عين السبع من أبناء عين السبع، وقرروا أنهم يديروا القطيعة مع الماضي ديال عين ديال مقاطعة عين السبع اللي كان دائما كتسير من طرف اشخاص اللي كانوا غاربين على المنطقه، ماشي ابناء المنطقه، وكتكون عندهم درايه فعلا بالمشاكل المنطقه وما غاديش يقدروا يتجاوبوا مع المطالب ديال المواطنين. فقرروا ابناء الاعضاء اللي توفقهم الله انهم يحطوا انسان ولد المنطقه. ايوا وقع التوافق علي انايا بحكم كنت تجربه، بحكم العلاقه اللي عندي معاهم والثقه اللي وضعوا فيا. طبعا حطوا وضعوها بشروط انه لخدمه المنطقه بواحد الشروط كثيره، والحمد لله احنا غاديين خدامين تبقى داك الشيء اللي توافقنا عليه الحمد لله. انت من المنتخبين القدامى في هذه المقاطعه تاع السبع، يعني نعم. كنت تقريبا ازيد من 20 سنه وانت عضو في المقاطعه تاع السبع. نعم فعلا انا اكثر من 24 سنه وكنت رشحت الرئاسه ضد المرحوم سعد الرزاق افيلال، كان هذيك 27 سنه كنت على جوج اصوات، ولكن بقينا مستمرين في النضال في هذه البلاد. يعني دخلتي زعيم في الانتخاب في الاول اول انتخابات دخلت وعرفتي ضد الهرم عبد الرزاق فيلا، كان شرف لي انني نكون نتنافس مع ذاك الهرم واللي تعلمت منه بزاف. بهذه المناسبه كان نشكر الاستاذ ديالي عبد الرزاق فيلا الله يرحمه، ونتمنى الامجاد ترجع لعين السبع، يكون ابناء المنطقه هما اللي كيسيروا عين السبع. قلتي ابناء المنطقه يعني توافقوا باش تولي انت رئيس منتخب رئيس مقاطعه عين السبع مدينه الدار البيضاء، تيبان ان الامور دازت عاديه سلسه، ولكن اللي وقع هو ان كانت ولاده عسيره انتخاب تاع رئيس مقاطعه عين السبع. اخر مقاطعه انتخب فيها الرئيس تنظن في المغرب هي مقاطعه عين السبع. فعلا اخر مكتب اللي تنتخب في المغرب هو مقاطعه عين السبع. اللي تنتخب كتعرف هذاك التغيير دائما كيكون شويه عسير، وكاين الناس اللي كانوا اعداء ديال الديمقراطيه اللي ما قبلوش هذا الوضع هذا ويخليوا القرار يكون الاعضاء ديال ابناء المنطقه اللي توافقوا ويجوا قرارات من الفوق، ولكن الحمد لله انتصرنا وكنشكر بهذه المناسبه حامي الديمقراطيه في هذه البلاد وصاحب جلاله النصر الله يخلي لهذه البلاد هذه. تيبان ان المقاطعه عين السبع من بين المقاطعات اللي تضربت هذاك التحالف الثلاثي اللي هو حزب الاستقلال التجمع الوطني الاحرار والبان، يعني كيفاش هذه القضيه؟ هاد الاعضاء كنقول دائما التقوا انهم مصلحه المنطقه مشوش مع التحالف اسماء مقدسه. لا ماشي غير التحالف، هما ماشي عندي حاجه ضد التحالف، انما هما بالنسبه لهم حطوا مصلحه المنطقه والقطيعه مع انه انسان غريب على المنطقه يسير عين السبع بغاو يديروا القطيعه معاه، وكان قرار شجاع وكنشكرهم. كاين احزاب اخرى اللي في الاحرار ولا كاين تما ولاد عين السبع؟ اي ولكن كانت ظروف اللي بغاو يديروا تغيير جذري قطيعه نهائيه. هادشي اللي كان وقع. الحركه الشعبيه واخا ما حققتش نتائج اللي هي كبيره في الانتخابات قدرات تد عين السبع، علما ان احزاب اخرى مثلا كحزب الاستقلال مثلا اللي هو داخل ضمن التحالف الثلاثي اللي تيسير الدار البيضاء ما خاطرش مقاطعه. بالنسبه لحزب الاستقلال هذاك شان داخلي ديال التحالف، انا ما عرفتش شنو وقع الداخل، وان بالنسبه للحركه الشعبيه انا كنذكر بانه عين السبع كانت مرأسه من طرف الحركه الشعبيه مع السي بن شلال الله يرحمه، كان برلماني ديال الحركه الشعبيه في عين السبع، وكان يعني الحركه الشعبيه كانت متجذره كثيره في الدار البيضاء، وكنتمناو ان هذه تعود بدايه ديال رجوع الحركه الشعبيه ان شاء الله في المنطقه. من خلال وحده المدينه يعني 2003 ما الحركه الشعبيه ما كانش عندها واحد حضور بارز على مستوى الصراع السياسي على مستوى النقاش السياسي، واش هادشي تستحضرون في هذه التجربه الجايه؟ ونذكرك بلا الحركه الشعبيه كانت هي اللي كتراس اكبر عدد ديال الجماعات المحليه في المغرب. ولو هذا النظام ديال اللائحه اللي توضع هو اللي يهرس هذا المسار اللي كنا غاديين عليه، ولكن الحمد لله الان الحركه الشعبيه غتكون ان شاء الله بقياده جديده غادي تقدم ان شاء الله مزيان. جيتي دابا انت رئيس مقاطعه عين السبع، كنت عضو سابق مقاطعه عين السبع، كان يثار حول الجدل الكبير مع الرئيس السابق، اشني اهم الملفات اللي لقيتي في هذه المقاطعه هذه ونكبيتي عليها حاليا؟
شوف انا الان لا انا ولا المكتب ولا الاعضاء ديال الاغلبيه مكبينا على المشاريع اللي غنجزها، ما كنطلوش على المشاريع اللي الملفات القديمه. الاولويه ديالنا هي نخدموا لصالح ديال منطقه عين السبع، وهذا هو اهم هذا المهمه اللي كلفونا التقليد اللي عندنا باش ناديوه مع. ولكن شنو الحوايج اللي كبيتوا على دابا حاليا هذه 6 شهور ولا 7 شهور؟ بدينا اول حاجه بدينا بالنقل، صنا مشكل كبير ديال النقل خاصه للتراسي ديال التراموي، انه كان شويه مجحف على عين السبع الشاطئيه، فحنا نكبينا عليه وتوصلنا لواحد بعد الايحاء مع السيده العمده مشكوره الدكتوره نبيله الرميلي اللي وافقت انا غنديروا امبيوس اللي غتكون هذه اول مره توقع في المغرب، غيكون امبيوس دو كونيكسيون ديال السكان ديال عين السبع خاصه لتحت مع الـ مع الـ مع الـ مع التراموي ان شاء الله. هذا مشكل كان كبير عندنا، يعني غديروا خط خاص بسكات عين السبع فعلا اللي غادي يهز الناس يحطهم في التراموي ويرجعهم، يعني غير الناس بحال اوروبا بحال باريس لي بونليو كيتكونيكتاو مع مع مع, مع التراموي. هذا المشكل الاول. بدينا مشكل ديال التعليم، وصلنا بلا كاين بزاف المشاكل عندنا خاصه في التعليم العمومي، وخذت المبادره لمقاطعه عين السبع كتقوم بواحد دروس الدعم خاصه في الرياضيات وفي الفرنسيه بالمجان، وفي هذا الاطار درنا شراكه مع مندوبيه التعليم اللي فتحت لنا الاقسام ديالها ومع الكليه اللي عندنا هنايا، يعني مبادره تاع المقاطعه هذه مقاطعه وهاد الدروس بالمجان، وكاين معنا اساتذه اللي حتى هما متطوعين وابناء عين السبع وامور غاديه مزيانه. وفي الاول بدينا في المقرات ديالنا وبقى واحد الطلب كبير، وحنا فتحوا الباب المدارس الان كنشكروا المندوب اللي فتح لنا الاقسام، امور غاديه مزيانه، ولكن كنهيئوا ان شاء الله للدخول المدارس الجديد غيكون يعني انطلاقه مهمه اكثر. عين السبع من المناطق الصناعيه اللي مهمه في ماشي في الدار البيضاء ولكن في المغرب، ولكن المنطقه الصناعيه تاع عين السبع هي تتعرف واحد المشكل البنيه التحتيه عاد للمقاطعه بصفه عامه، يعني انتم كرئاسه المقاطعه اشنو هي الخطط ديالكم والاستراتيجيه ديالكم باش تنميوا هذه المنطقه تاع عين السبع؟ ما اول حاجه وحنا دخلنا في اطار التطبيق الدوريه ديال وزير الداخليه وخاصه الخطابه ديال صاحب الجلاله اللي كتشجع الاستثمار، فحنا بدينا كنبسطوا شويه اكثر يعني المساطير باش نشجعوا المستثمرين، وحتى بعض المعامل اللي كانوا يعني وصلوا على واش انا مغادروا المنطقه كنحاولوا باش نشدوا عندنا مع الجهه، كنسقوا معاهم باش نعاودوا البنيه التحتيه يعني خاصه الطرقات ديال باش يوصلوا عندهم البضائع ديالهم، يعني كنديروا واحد الشهاد باش المنطقه الصناعيه تعاود تكبر وتيقوا بها، ولو مشاريع اخرى الان كيرجعوا كيترخصوا عندنا في المنطقه. انت عضو كما قلنا في الاول يعني عضو تنتمي الى حزب الحركه الشعبيه، وحزب الحركه الشعبيه كما تنعرفوا خارج التحالف الثلاثي اللي تيسير الدار البيضاء، واش تلقى صعوبات على مستوى الدفاع عن المشاريع ديالك، الدفاع عن القضايا اللي تتعرفها المقاطعه؟ بادي تو كان لان التجربه اسمح لي قطعتك، التجربه تتقول بان العضو اللي تيكون تينتمي للتحالف هو اللي تيجيب اكثر المشاريع المقاطعه ديالك، بالنسبه لك انت واش؟ لا انا كنشكر ما كنديرش السياسه دابا، ماشي زعما صافي منين داز الانتخابات القبعات الحزبيه تحيدات، وهذا ما نراه في تسيير مجلس مدينه الدار البيضاء، والدليل ان السيده العمده جات لعندي لهنا المقاطعه ودشنات الانطلاقه ديال الطاقه الشمسيه اللي وضعناها هنايا، ودارت معنا واحد الاجتماع مهم مع السيد العامل واتفقنا بعض المشاريع اللي قريب العاجل غتنطلق في عين السبع، وهذه القضيه ما كايناش انا لا اظن السيده العمده كتامن بهذه النقطه هذه. نهضروا على العمده اكبر، انا في حركه شعبيه ودخلت معهم في فريق ديال تجمع الاحرار في مجلس مدينه الدار البيضاء. العمده الدار البيضاء البعض تياخذ على لحد الساعه انها ما كانش ما عندهاش واحد البصمه على مستوى التسيير مدينه الدار البيضاء، مشاكل كثيره قضايا كبيره، ولكن لحد الساعه ما كاينش واحد البصمه تاع التحالف الثلاثي بقياده الايريني وبقياده العمده نبيله الرميلي. السيده الدكتوره الرميلي امراه شجاعه وجريئه وباغا تخدم مدينه الدار البيضاء، وهذا كنستنجو من الطلبات اللي كنقدم ليها بالنسبه للمقاطعه هذو كنتو معايا في الحين يعني. اذا هذا اكبر دليل بان السيده عندها باغا تخدم المنطقه، فعلا كاين مشاكل كبيره ولكن غادي نمشيو بشويه معاها، واتفقنا على ان هذا المجلس خصو يخلي شي بصمه في مدينه الدار البيضاء، ورحنا في هذا الاطار كنديروا افكار وكنبررهم باش نخليوهم في الدار البيضاء يكون على خير ان شاء الله. من الملفات اللي دابا انت تسير واحد النقاش داخل مدينه الدار البيضاء قضيه الممتلكات،
ويوسف سي يوسف حسيني يعني تذكر في واحد الملف تاع السيمسي يعني الملعب البلدي بانه يدافع يقولون يعني الخصوم ديالك يقولون انك تدافع على واحد السيد اللي عنده قهوه داخل دخلات السيمسي هذا وانك تم الاصوات التي تدافع عليها داخل تدافع عنه داخل المجسمه ديال الدار البيضاء علما تيقولوا هما بان ما عندوش حق باش يستغل هذه المقهى هذه اشنو الرد ديالك؟ هو اولا بعد المقهى اللي كاين تماك الشركه اللي كتستغلها ما كنعرفش انا شكون المالك ديالها كنعرف المالك السابق او الزوجه ديالو اللي جات هنايا وقع لها عمليه نصب ومشات هاجرات باعت وهاجرت المغرب كما كثير مهاجرين وقع لهم النصب ذاك الملف اذا الملف في القضاء القضاء يقول الكلمه ديالو انا لا علاقه لي بذاك الملف يعني وبغيت نذكر بلي السي ام سي راه ما عنده حتى شي علاقه تعاقديه مع الجماعه بالارض ملك الجماعه الشخص ديالها غير كاين اللي انكم تكونوا مستهدفين هذاك النادي البلدي النادي البلدي اللي خرج مع مجموعه من الاطور ومجموعه من الرياضيين علاش انتقائيه علاش الملعب البلدي بوحده في يعني في زخم مجموعه من الممتلكات تاع الدار البيضاء اللي يتم استغلالها بشكل يكاد يكون مجانا شنو اللي بالنادي البلدي خدام شنو المشكل شكون مستهدفه هو استرجاع الممتلك تاع النادي البلدي النادي البلدي غير تاع موظفين ما وقع لا لما وقع في نادي البلدي تعاود المكتب وتعين مدير جديد ديال المكتب وحنا معاه حنا ما يمكنش نقيسوا يعني المرافق الرياضيه ديال المنطقه وانا في منطقه طاعتي عندي لاصاص اللي كنت هو فيه التنس وكنشجعه وما كنتش ما كاينش هذه النقطه دي ما كايناش هادو غير اشاعات بغاو يديروا شويه السياسه في التجربة السابقة كانت خاصة في عهد سجيد كانت تطرح واحد الإشكالية تاع ندوة المقاطعات واش هذا الإشكال باقي حاضر ولا أنتم دايرين شي تنسيق ما بينكم كرؤساء مقاطعات مدينة الدار البيضاء ولا كلتي يلغي بالغاء؟ لا عندنا كنديروا ندوة الرؤساء مع السيدة العمدة بشكل دوري ولا بشكل دوري وكل شيء غادي مزيان وكنديروا الطلبات ديالنا وحنا على الاتصال حنا يعني هاد الندوة يمكن غير بروتوكول وإنما هي السيدة العمدة كتجاوب معنا مع الرؤساء كل شيء ودايرين أن جروب واتساب بيناتنا اللي كنتجاوبوا فيه كنسقوا ببعضياتنا ولا عندهم شي فكره وكنتجاوبوا السيد العمده كل شيء غادي مزيان. نرجعوا للمقاطعات عين السبع دابا اشني اهم المشاريع بالنسبه للسكان تاع عين السبع الا بغينا نقولوا لهم اهم المشاريع اللي رئاسه المقاطعه منكبه عليها باش تخرج في اقرب وقت. اول مشروع كما تكلمت لك هو النقل ديال اللي قلنا غادي يكون ان بيوس انترن غادي يكونيكتي الساكنه تاع عين السبع مع الترامواي كنا فتحنا كاع المرافق كل المرافق الرياضيه المواطنين ديال عين السبع كاين مشروع غيكون بعربي الزاولي ملعب عربي الزاولي على مساحه ديال القطار 2000 متر 12000 متر كاري اللي غادي يكون فيه جوج مسابح كوفير شوفي واحد ديال الرجال واحد ديال النساء بما فيهم ديال الاطفال وغيكونوا فيه 10 ملاعب ديال القرب وغيكون مقهى وغيكون اسباس دو جو ديال ليزونفون وغيكون واحد النادي اللي غيكون هو المتنفس ديال الساكنه ديال عين السبع كاين ملاعب القرب كاين مشروع اخر ديال 10 ملاعب قرب غيكونوا اضافه الى 10 يعني 20 في المجموع وكاين الميدان الثقافه اللي نكبينا فيه بزاف فتحنا المسرح ديال عين السبع واللي التزمنا انه كل شهر كنديروا على الاقل جوج حتى ثلاث المسرحيات وكل احد صباح كتكون صبيحه ديال الاطفال واللي اي صبيحه اللي كتكون فيها واحد الرسائل الاطفال يعني حب الوطن احترام الاباء كل صبيحه عندها واحد الرساله كنوصل الاطفال. واحد الصوره اللي انتشرت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الصوره اللي تترحبوا بها بفريق الاهلي المصري اللي خاض مقابله مع الرجاء البيضاوي يوم الجمعه 22 ابريل 2022 واش ما خفتوش بان الجماهير الرجاويه تتقلق عليكم؟ لا شوف حنا تصرفنا كمغاربه والتقاليد ديالنا والاخلاق ديالنا هي كرم الضيف هاد الفريق الاهلي كان ضيف عندنا من جمهوريه مصر الشقيقه وحنا انخرطنا في الدبلوماسيه الموازيه اللي كينادي بها صاحب الجلاله والحمد لله كان حضور السفير اللي رحب بالفكره هذه ويعني وتوصلنا بالشكر من عنده وهذا واجب ديالنا اما الرجاء البيضاوي هذاك فريق مغربي وحنا من المساندين ديال كاع الفرق المغربيه ملي كتكون محافل ولقاءات دوليه شكرا سي يوسف حسينية شكرا جزيلا على قبول الدعوه متابعي قناه فاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي